بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير مستمعينا الكرام، مستمعي اذاعه الف الف افهم الموجة السعودية. انا سلطان الغشيان، رحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم توظيف، البرنامج اللي يجيكم كل سبت وثلاثاء في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر. البرنامج توظيف هو عبارة عن حلقة وصل ما بين الباحثين عن العمل من الكفاءات الوطنية وما بين شركات القطاع الخاص لإيجاد فرص وظيفية بإذن الله لهم من خلال إرسالهم للسيرة الذاتية الخاصة بهم عبر الرابط الخاص بموقع برنامج توظيف www.alfalfjobs.com. أول ما تدخل الموقع تلقون نموذج للسيرة الذاتية، باستطاعتكم أنكم تعبون السيرة الذاتية بالشكل الصحيح وترسلونها لبرنامج توظيف، ومن خلال إن شاء الله راح نبحث لكم عن وظيفة مع شركانا أو المتعاونين معنا في هذا العمل. أيضا بالنسبة للشركات الراغبة في إيجاد فرص وظيفية أو إتاحة فرص وظيفية للأسماء أو الكفاءات الوطنية، أتمنى أنكم تتواصلوا معنا عبر الرابط أو عبر البريد الإلكتروني info@alfalfjobs.com. موضوعنا اليوم راح نتحدث عن خطأ كبير يقع فيه الباحثين عن العمل، وهي من الأخطاء الشائعة في تعبئة السيرة الذاتية وأيضا في أثناء المقابلة الشخصية، وأيضا عن كتابة لمهاراته، وأيضا لتوضيح العديد من الأشياء اللي ممكن تكون مهمة للشركات القطاع الخاص. ضيفنا اليوم في هذه الحلقة الأستاذ محمد البراق، مدير عام سفراء الأعمال. مسي عليك بالخير أستاذ محمد، ومنورنا زي العادة. تسلم، مساك الله بالنور أخوي سلطان وجميع أخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، شرف لنا أن نكون تواجد مرة ثانية في البرنامج. الله يحييك. طبعا للتواصل معنا مستمعينا الكرام واللي عنده استفسار حول الأخطاء الشائعة اللي يقع فيها الباحثين عن العمل واللي يمكن تكون سبب في رفضه من قبل شركات القطاع الخاص، عبر الSTC 847700 موبايلي 640660 وزين 746262. أعيد لكم الأرقام من جديد، STC 847700 موبايلي 640660 وزين 746262. أستاذ محمد، في البداية خلينا نتحدث عن الأخطاء اللي يقع فيها الباحثين عن العمل، الأخطاء الشائعة اللي ممكن مثل ما أنا ذكرت قبل شوي أنها تسبب في أن الباحث عن العمل يرفض من قبل شركات القطاع الخاص. يمكن في خطأ ما يحس فيه الشخص، يمكن الخطأ هذا يمكن ما يكون متواجد في سيرته الذاتية، ربما تكون متواجدة في شخصه أثناء المقابلة الشخصية. يعني مثلا نتكلم عن أول نقطة يمكن عندنا اللي هو عدم الانضباط والجدية في بحث عن العمل. والله هذه نقطة مهمة. بالنسبة للسي في هي أداة مهمة للحصول على الوظيفة، أو هي الأداة الأهم عشان تسوق لنفسك، كيف تخلي الشركات هذه ترغب فيك كموظف. عدم الانضباط والجدية يعني عامل مهم، أنت لازم تكون تأخذ الشيء هذا كتقديم على وظيفة كأنها مهام، كأنها مهام بمحمل جدية نفس مهام الوظيفة، لأنه أنت قاعد تسوي بروسس أو قاعد تسوي أشياء اللي تحصل على وظيفة، فهي مهام لازم تكون يعني منضبط فيها، منضبط فيها ودقيقة وتتابع، وفي في نقاط كثيرة يعني حنتطرق لها الآن. طيب بما أنك ذكرت أن بعض النقاط اللي بنتطرق لها في نقاط يمكن الباحث عن العمل ما يستوعب أنها ممكن تكون مهمة، اسم المؤسسة أو الشركة اللي أنت تقدم عليها، البحث عنها أو عن معلومات عن هذه الشركة يمكن تكون مفيدة بشكل كبير للباحث عن العمل، لكن ممكن هذه النقطة من أكثر النقاط المهملة لدى الباحثين عن العمل. جدا مهمة. أنا ما أقدم على كيان سواء مؤسسة أو شركة أو بغض النظر، وأقدم وأنا ما عندي أي معلومات عنها، يعني أنا لازم أكون أبحث عن المعلومات. بحثي بالمعلومات عن الشركة والمؤسسة اللي رايح أشوفها، على سبيل المثال أنا قدمت على شركة، لازم أشوف إيش مجالها، إيش الشركات اللي مصاحبة لها، إيش الأقسام اللي عندهم، حتى لو كان مثلا خلينا نقول مثلا ريتيل شوب ولا محل عندهم معارض أو شيء، أنزل أزوره أشوف بيئة العمل من الخارج، أو إني أدخل على الويب سايت. يعني التقنية سهلت لنا الشيء الكثير، ممكن تقرأ عنها حتى تجهزك يعني أنه لو نزلت للمقابلة الشخصية حتكون أنت مستعد، أنت عارف أنه هذا في المجال ده وفي المجال ده، وسويت بحث بسيط عنها حيسهل عليك الكثير. يعني هي أهميتها تنحصر في المقابلة الشخصية فقط؟ لا، فأكثر من عشان كمان مو بس في المقابلة الشخصية مهمة، وأنك تجد أنت إيش اللي تبغاه. ممكن تشوف المجالات اللي الشركة مقدم عليها ما عندهم فروع مثلا في منطقتك، وأنت ما تقدر تطلع، فليش تقدم من الأساس؟ فأنت حتى أدي أنه مثلا لو
حصلت على مقابلة وفي الأخير تقول لهم لا أنا ما أبغى أطلع برا المدينة مثلا. طيب فأنت لازم تبحث عنها من جميع النواحي. أستاذ محمد، يمكن في بعض الأخوان يبحثون عن شركة، مجرد أول سؤال يسألون كم رواتبهم اللي بيعطونها، يمكن هذا أول سؤال يطرح، في حين اللي لو أنت تبحث في الشركة أو تبحث في الهيكل الداخلية في الشركة تجد أن شركة سين مثلا اللي تقدم راتب أعلى كبداية لك وشركة صاد اللي تقدم ممكن راتب أقل، تلقى مستقبلك في شركة صاد أكبر من مستقبلك في شركة سين اللي أنت حصلت على راتب أعلى فيها من بدايتك. يختلف السلم الوظيفي، العلاوة السنوية من شركة لشركة، يختلف مجال التطوير. يعني انت ممكن تدخل براتب عالي وتقعد ما حتتطور او يكون عليك هدف عالي او تارجت عالي، بغض النظر عن شركه ثانيه ممكن تدخل يكون راتبها قليل وفي مستقبل انك تكون قيادي في السنين القادمه. فالراتب في البدايه ما هو مقياس، وما حد حيبدا كمان يا سلطان، عندنا احنا شويه طموح في عالي، العالم كله تبدا في العالي، لازم نبدا شوي شوي وان شاء الله ربي يوفق الجميع. طيب في مثلا الاسئله اللي الشائعه اللي دائما يسال او المفترض انه يسال عنها الباحث عن العمل، مثل ما تفضلت، ساعات العمل هل هي طويله قصيره، هل المتطلبات اللي تكون مترتبه عليه في العمل هل انا قادر عليها غير قادر عن ذلك، فهذه الامور ممكن تكون جدا مهمه في موضوع انك انت تبحث عن وظيفه. اي جدا جدا مهمه، كمان عشان تشوف انت ايش الشيء اللي يناسبك. يعني انا ما كمان اقدر مثلا في شخص ما يقدر وظيفه في نايت شيفت مثلا في الليل اوبريترز ولا وريفر، وانا ما اقدر اشتغل في الليل بغض النظر ظرفه وكذا، لازم انا اشوف. وهي كلها تتحدد في المقابله، مو في المرحله الاولى اللي هي في البحث عن العمل. تتحدد في المقابله، الشركه تعرض عليك انه انا انت حيكون مهامك كذا وظيفتك كذا والى اخره. طيب أذكر مستمعينا برقم التواصل اللي بيتواصل مع الأستاذ محمد البراق ويسأل عن أغلب الأخطاء اللي يقع فيها الباحثين عن العمل في أثناء تعبئتهم للسيرة الذاتية أو أثناء المقابلات الشخصية لكي تتجنبونها بمشيئة الله في حال وجود وظيفة لكم. أستاذ محمد خلنا نقول الأرقام معلش، STC 847700، موبايلي 640660، وزين 742622. الغبرة هذه دوخت الواحد شوي. السيرة الذاتية دائما تكون مشكلة لدى الواحد، يمكن شاهدنا الكثير من الشباب وأيضا الأخوات في حال أنهم يبغون يعبون سيرة ذاتية أو يعبون النموذج السيرة الذاتية تلقاهم يستعينون بأحد أصدقائهم اللي له خبرة في تعبئة السيرة الذاتية، أو ربما أنهم يبحثون عن أحد زملائهم اللي حولهم يقولون سبق ونشتغلت شلون عبي سيرة ذاتية. عدم المعرفة في إرسال السيرة الذاتية يمكن يسبب نقص في أو إهمال في بعض النقاط المهمة اللي ينظر لها الشركات القطاع أو تنظر لها شركات القطاع الخاص، يعني من خلال أن زميل لك ممكن ما يعرف المهارات والقدرات اللي لديك مثل ما أنت تعرفها عن نفسك. بكل تأكيد يعني هذا شيء مهم، وزي ما سبق قلنا أنه هذه أداة لتسويق نفسك أو أداة لأنك تعرض نفسك بالشيء الصحيح. وبعض ممكن أحد ما يعرف مهاراتك، أو أنت أحيانا في بعضهم يخطي أنه ما يسجل شغلات بسيطة. يعني خلينا على سبيل المثال نذكر مثلا لو أنت في الجامعة عملت عمل تطوعي لمدة ساعة في الأدمن ومدة ساعتين وريفر، هذه تعطي قيمة فعالة لك كشخص لو ذكرتها في السي في. يعني كمختص في الموارد البشرية لما نشوف أنه أنت والله حتى في خلال فترة الجامعة اشتغلت أو قدمت عمل تطوعي أو تدريب، هذه جدا مهمة. في بعض الشباب يتغاضون، والخطأ الشائع الكبير أنه أكثر الشباب يجي يا سلطان ياخذ السي في، مثلا يجي سلطان عطيني السي في حقك، ياخذ السي في ويسوي كوبي بيس، يغير الاسم ويغير المسمى، يغير التاريخ الميلاد والحالة الاجتماعية ويغير الجامعة وسنة التخرج وخلاص، ويخلي نفس الكلام فما تنطبق. عشان تطلع بمخرجات حلوة اللي هي الكلام اللي مثلا انا قادر تحمل على ضغط العمل وساعات العمل زيادة، الاشياء اللي متعرف عليها، الاشياء اللي متعرف عليها، غير انه انت اللي لازم تعبي السي في. ممكن تاخذ جايد لاين، ممكن تاخذ تعليمات من الانترنت، تدخل تسوي في اي سيرش كيف يكون النموذج، انه مثلا اسمك، حالتك الاجتماعيه، مؤهلاتك موجوده، وتعبي البيانات وتكتب. وفي حاجه اللي هي الكفر لتر او الخطاب المتقدم اللي هو يجي مع السي في، جدا مهم جدا مهم، لانه انت تشرح فيه في كلام بسيط، يعني تشرح فيه انه انا ابغى اتقدم، والاهم انك تقدمه باسم شخص. يعني مثلا انا ما اجي اقدمه مثلا على شركه ولا اذكر اي اسم ولا اذكر، فيحبذ انه انت تتصل تشوف من الشخص المختص
وتاخذ اسمه وتسجل اسمه عشان تجي الخطوه اللي بعدها اللي هي المتابعه. هنا ظهور الجديه في التقديم على وظائف. ممتاز. اذكركم مستمعينا برقم التواصل عندنا STC 847700، موبايلي 640 660، وزين 746262. وصلنا للفاصل الاول عندنا في البرنامج، لكن اذكر مستمعينا الكرام اللي وده يدور على وظيفه او يبحث عن وظيفه وعنده كفاءات وهو من الكفاءات الوطنيه، يقدر يتواصل بارسال سيرته الذاتيه من خلال رابط البرنامج او موقع البرنامج www.alifalifjobs.com alif jobs.com. مجرد دخولك على الموقع تلقى شيء بسيط، نموذج امامك تعبيه بالمعلومات المهمه، ورح نتحدث عن المعلومات بشكل اكثر المهمه اللي مفترض انها تعبى في السي في او السيره الذاتيه، لكن بعد الفاصل اذكركم من جديد بالرابط www.alifalifjobs.com. اما بالنسبه للشركات الباحثه عن كفاءات وطنيه من خلال برنامج توظيف، اتمنى انكم تتواصلون عبر البريد الالكتروني info@alifalifjobs.com. الرسائل النصيه STC 847700، موبايلي 640 660، وزين 746262. إذا تبون تسألون الأستاذ محمد البراق مدير عام سفراء الأعمال عن أغلب الأخطاء أو الأخطاء الشائعة في التي يقع فيها الباحثين عن العمل وكيف ممكن تتجنبونها، وهذا الشيء إن شاء الله راح يساعدكم في الكثير في من خلال تعبئتكم للسيرة الذاتية أو من خلال المقابلات الشخصية. فاصل أول ونرجع نواصل. متواصلين معكم مستمعينا الكرام في برنامج توظيف عبر إذاعة ألف ألف FM، معي أنا سلطان الغشيان، وضيفي في هذه الحلقة الأستاذ محمد البراق مدير عام سفراء الأعمال أحد شركائنا في هذا العمل الطيب. برنامج توظيف لمن ضم لنا حاليا هو عبارة عن حلقة توصل ما بين الكفاءات الوطنية الباحثة عن العمل وما بين شركات القطاع الخاص لإيجاد فرص وظيفية بمشيئة الله. كل اللي عليكم تسوون أنكم تدخلون على موقع البرنامج عبر الإنترنت www.alifalifjobs.com alifalifjobs.com، وتجدون هناك نموذج للسيرة الذاتية باستطاعتكم تعبئتها ومن ثم إرسالها إلى الموقع وللبرنامج، ومن خلال إن شاء الله راح نبحث لكم مع إحدى شركائنا في هذا العمل. بالنسبة للشركات الراغبة في إيجاد فرص أو إتاحة فرص وظيفية للكفاءات الوطنية من خلال برنامج توظيف، أرجو التواصل عبر البريد الإلكتروني info@alifalifjobs.com. موضوعنا اليوم في هذه الحلقة عن الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الباحثين عن العمل، وتحدثنا عن بعض النقاط وراح نتحدث إن شاء الله عن جزئيات أكثر. اللي عندها استفسار عن بعض الأخطاء اللي ممكن أو حاب إنه يتفاداها في المراحل المقبلة إن شاء الله من حياته يتواصل مع برنامج توظيف ومع الأستاذ محمد البراق عبر الرسائل النصية STC 847700، موبايلي 640 660، وزين 746262. خلنا نقرأ بعض الرسائل اللي وصلتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا مهدي محمد، مسوي ظهرنا، يقول أنا أعاني من جار أو من جازان، من جازان، أكمل بياناتي أكثر من 3 مرات ولي أكثر من 3 أسابيع. إن شاء الله يا أخوي مهدي، هو بس مجرد ما نتوافق السيرة الذاتية مع بعض الوظائف المتاحة لدينا على طول بيصير إن شاء الله ترشيحك مباشرة لإحدى هذه الوظائف. عندي أيضا هنا رسالة يقول أنا أرسلت السيرة الذاتية وأريد إرسالها مرة أخرى لإضافة بعض التفاصيل، كيف الطريقة؟ إن شاء الله أنا بأخذ رقمك الآن وبخلي قسم التنسيق يتواصل معك ويقول لك الطريقة، لأن فيها شغل تكنولوجي وأنا رجال، خلني قدام المايك وعطري أوراك بس، لكن إن شاء الله ولا يهمك، وعد بعد البرنامج أخليهم يتواصلون معك. أستاذ محمد، خلنا نرجع لنقطة السيرة الذاتية اللي ربما تكون رديئة أو سيئة بحيث أنها تقدم للشركات الراغبة في توظيف هذا هؤلاء الأسماء. يعني خلنا نتكلم عن بعض المعلومات اللي صاحب السيرة الذاتية يشوفها غير مهمة، لكن ربما تكون أهم معلومة يحتاجها تحتاجها الشركات الخاصة، اللي هو التدريب مثلا أو الدراسة، سواء شهادة جامعية إيش اللي كان دارس، الخبرة العملية سواء كان تدريب سواء كان موظف لمدة 2 أو 3 شهور وظيفة. طيب موسمية. خلنا أعطيك مثال أستاذ محمد، مثلا في الأمور اللي تهمل من بعض الشباب الآن، إحنا شاهدنا ظاهرة الأكتيفيشن هذا اللي نازلة، اللي بحيث أنه منتج معين ينزل فيه الشخص ولابس لبس الشركة أو المؤسسة يوزع أوراق الدعائية أو يوزع
نماذج من المنتجات أو زي ما يقولون عينة يوزعونها للناس. هذه الوظيفة يمكن كثير ناس يستهينون فيها رغم أنها دارجة وسط الناس، أنت احتكيت وسط الناس، تختلف عن أنك أنت تكون القائد اللي من خلف المكتب. بحيث أن الباحث عن العمل يمكن يقول أنا قد اشتغلت أني أنا أوزع أوراق أو أوزع عينات، ما أعتقد أن هذه شغلة بتهيئني أنه أنا أكون شغال في شركة إدارة إدارة أعمال أو شركة تسويق، بينما أنه يمكن هذه الشغلة من خلال احتكاكك فيها تكون مهمة لدى مهمة الناس، مهمة جدا، لأنها صقلت أو بنت مهارات عندك. مهارات مهارات اتصال، أنك كيف تتعامل مع الناس، مهارات خدمة العميل اللي هي كاستمر سيرفيس، يعني بنت مهارات ما هي ملموسة أنت كشخص. يعني أنت ما تقول والله أنا حسيت أني نزلت اليوم قابلت 20 عميل تحسنت، لا. هذه هي بنت مهارات أنك كيف تتعامل مع الناس وكذا، ومهمة للشركات لأنه يعرف أنه والله أنت شخص نزلت وكنت تتكلم مع الزبائن أو كنت مع العملاء في مول أو في شارع أو كذا. هذه جدا جدا مهمة، حضيف فالي وحضيف قيمة لل ويمكن هو الباحث عن العمل يمكن لما يضيفها في السي في أو يقول ليش أضيفها في السي في، أنا كنت أنزل في السوق أوزع أوراق، لا لا لا. يعني ما كنت أنا شغال في مثلا مسؤول تسويق أو مثلا سينيور أكاونت مانجر، لا. هذه تبين الجدية، تبين أنه كمان الشخص هذا جاد أنه في طلبه للوظيفة، كمان تبين أنه جاد أنه اشتغل. طيب شيء مهم جدا، في بعض الأخطاء، بس أنا أبغى تفضل. في خطأ مهم قبل فترة كان واجهنا العام الماضي في شيء ما، اللي هي قنوات الاتصال. يعني أنت مثلا في تواجه مشكلة مع الشباب إنه مثلا يحط أرقام تليفونات ويجي بعد فترة يغيرها أو يحط لك يعني أو يكتب قنوات الاتصال أو الإيميل غلط، أو هذا شيء مهم جدا جدا جدا، لأن هي قنوات الاتصال اللي حيرجع تصل عليك، غير إنه الدورات التدريبية حتى لو كان بعد مدة، يعني يمكن أحيانا اتصال فوري، أيوه أحيانا ما يكون اتصال فوري، أحيانا يصير إنه مثلا الشركات تأخذ، تعرف أنت الشركات تحط الداتا عندها إنه والله قدم علي مثلا 20 شخص في المجال ذا أخليهم، صار عندي نقص في المانينج وكذا هشوف من السيفيات اللي عندي موجود. على ذكر أنك ذكرت قبل شوي خطأ في البريد الإلكتروني الخاص فيه أو الإيميل، يمكن في من السيرة الذاتية اللي وصلتنا يمكن في أخطاء شائعة، يعني بغض النظر عن البريد الإلكتروني أو عن الأرقام التواصل، الأغلاط النحوية أو اللغوية الإملائية مهمة جدا. لما يجيك واحد يقول لك أنا بكالوريوس جامعي مثلا حاسب آلي أو مدري إيش، تلقى الحروف داخلة في بعض، تلقى داخلة في بعض، أحيانا يكون عشان نكون ظالمينهم، أحيانا يكون خطأ تقني مثلا أنه الكمبيوتر يدعم برنامج ما ويرجع يدعم. الأخطاء الإملائية، يعني أنا استغرب أحيانا في أخطاء إملائية فادحة، يعني مصحح الإنشائي ممكن موجود صححها. الأخطاء الإنشائية تبين أنه والله الشخص هذا ما يعرف يكتب. خلينا نكون صريحين، احنا ما ودنا ندخل في قضية ثانية قضية اللي هي قضية العربي انجليزي هذا اللي طاحوا العالم فيها في الانترنت، ترى يمكن السبعة هذا مسحت ثقافة اللغة العربية كتابيا ترى عند اغلب الشباب. ايه حتى شوف ما تشوف عندك في البرنامج حق سلاطين حتى اللغة العربية ما هذا عاد خلاه في موضوع ثاني. فموضوع ان انت لما ترسل سيرة ذاتية خاصة لشركة او مؤسسة يجب انك حتى املائيا تدقق، لان مجرد ما يجيني السيرة الذاتية وانا يعني صاحب أو مؤسسة أجد مؤهلات ما شاء الله تبارك الله ما في أحسن منها، لكن أجد يخطئ إملائيا في بعض الكلمات، يعني صعب. تبين جانب ممكن جي تبين جانب غير جيد من شخصية الشخص. ترى على فكرة احنا ما نبقاعدين نشب في العالم، لا لا لا، قاعدين نوعي عشان احنا في طرفكم اخوان، احنا بالاخير ترى معاكم يا. طيب ايضا بعض المعلومات اللي ممكن الشخص يذكرها او الغلطات النحوية اللي ممكن يقع فيها الشخص، وأيضا المهارات اللي اكتسبها من خلال خبراته السابقة في العمل، هذه أمور يجب أن تكون مهمة في السيرة الذاتية. خلاص احنا اتفقنا على هذا الشيء. طيب خلنا نرجع إلى نقطة معينة، أنت ذكرت وسائل الاتصال أو العودة بوسائل الاتصال إلى الشخص نفسه، يمكن في خطأ في البريد الإلكتروني، يمكن يكون في خطأ في الجوال. طيب. أحيانا الشباب يضطر أنه يغير الجوال بعد التوظيف. تتم عملية عند كل الشركات اللي هو اكتب أسماء مراجع لك، مثلا الوالد، الأخ، العم، الخال، أو حتى في مجال وظيفة سابقة أو مجال أكاديمي اكتب، أو في مجال التدريب اللي تدربته لازم تكتب انت اللي يسمونها الريفرنس او المرجعيه. طيب هذه وش اهميتها بالضبط؟
المرجعية الوظيفية لها أهمية، والمرجعية اللي هي الوالد والأخوان هذه لها أهمية ثانية. طيب تفصل لنا إياها. المرجعية الوظيفية أنه أنت شخص استغلت مع مع شركة لمدة سنة أو سنتين أو تدريب. عادة الشركات لما نيجي التوظيف يتصلوا على الشركة هذه، والله كيف كان أداء الموظف، يعني يسألوا عنك. خاصة في وظائف معينة، هذا بعد انتقاله لشركة أخرى يتصلون على الشركة القديمة. إيه يتصلون على الشركة القديمة. أحيانا تكون في وظائف محددة يسألون، والله كان الشخص هذا منضبط، كان الشخص هذا كذا، كيف مهامه الوظيفية. إلى هذا اللي هو الريفرنس. الأكاديمية أحيانا إذا كان الشركة عندها طموح إنه والله تطور منك أكاديميا أو شيء، يرجعوا للأكاديميك اللي هو الأكاديميك ريفرنس، اللي هو يرجعون للناس اللي درسوك، اللي إذا كان ذكرت جبت خطاب منهم. أما بالنسبة أرقام العائلة وهذا، هذا في حال أنه مثلا صار عليك شيء في الشغل، هذه جدا مهمة. أحيانا صار عليك شيء في الشغل أو عشان يكون عندهم قنوات اتصال مع أحد منهم. في ناس يخافون أنهم يحطون قنوات اتصال للعائلة أو في حال حدوث خطأ، يمكن تكون عند الأهل عدم قناعة بالوظيفة اللي هو شغال فيها الابن أو الشخص، فلذلك انه يتراجع عن كتابه اسماء. داس عن ابوي يعني، مو عند داس مثلا، ابوي يقول لا ما تشتغل في المكان الفلاني، هذا مجال انا ما بيك تكون فيه، لكن هو الرجل رغبان هذا الموضوع. فاهميه الشركات، هل هو مجرد وجود مرجعيه لك ولا لازم يكون احد من العيله؟ لا مرجعيه لك فقط. يختلف احيانا، يكون احنا ندخل موضوع ثاني اللي هو موافقه ولي الامر او لا يعني بالنسبه للسيدات، بالنسبة هذا موضوع ثاني. هذا يكون احيانا بعض الشركات تحتاج انه خطاب، والله موافقه من ولي امرك انه كذا كذا بالنسبه للوظيفه هذه. بالنسبه للسيدات، بالنسبه للسيدات، وتختلف من شركه لشركه. وبالنسبه للرجال الشباب لا، بس من مرجعيه انه والله ذكر الاسم في حال انه شيء صار، يكتب اسم خويه ولا خاله عادي. ما فيها مشاكل. طيب خلنا نتكلم عن ضعف مهارات المقابلة. يمكن أغلب الظن أنه يتمتع بالمؤهلات والخبرات، الشخص مجرد دخول المقابلة يحس أنه ما قبلوني إلا والله لأن أنا عندي مؤهلات، لكن تجد أخطاء يقع فيها أثناء المقابلة. وش أبرز الأخطاء اللي يقع فيها؟ شوف، بمجرد أنك دعيت للمقابلة فأنت عديت جزء كبير من 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 التقديم للوظيفة، من المهام هذا، أنه أنت نادوك للمقابلة الشخصية، فأعلم أنه يعني أنت عديت جزء كبير. يفضل الجزء الثاني اللي هو الاتفاق على الوظيفة أو كيف شافوك. في المقابلة الشخصية تجد دائما مشاكل، إما يرتبك. الارتباك هذا معروف جدا جدا جدا، تلاقي واحد راح مرتبك حتى يسأله في مجال تخصصه، أحيانا ممكن ما يجاوب مع الربكة. أكثرهم ما يكون محضر ما يكون محضر صح للمقابلة الشخصية. التحضير يكون لعدة جوانب، أنه أنت والله تشوف، لو تقرأ حتى عن طريق الانترنت، ما نبي نقول تشتري كتاب. التحضير يكون تحضير يعني مثلا مهارات المقابلة الشخصية، انه كيف تتكلم، يعني ما يكون التحضير في الشركة او المشاريع. لا 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 لا, لا, لا قبل انت مثلا عندك بعدها بيومين او بثلاث ايام انت تحضر، تقرأ السي في حقك، لانه في بعضهم تدريش اللي كان مشكلة مرة واجهتنا مع اشخاص كاتب اشياء في السي في، وتعرف احنا نحضر كمختص في الموارد البشرية، عندك مقابلة تحضر عن الشخص وتكتب له اسئلة قبل لا يجيك، فتجي تسأله قال فناسي. أنت لازم كمان تذاكر الشيء اللي كاتبه في السي في. وش الأسئلة الشائعة دائما تكون موجودة في المقابلات الشخصية؟ والله يختلف من شخص لشخص. أول شيء يسألون، ترجع للشخص نفسه، ترجع للشخص ومدى احترافيته في بعضهم، وعلى حسب الوظيفة. يعني أنا ما هحط هيد اوف ديبارتمنت مثلا ولا رئيس قسم، شيء واقع تجربة أنت شفته. والله على مثلا لو بحط رئيس قسم ما حسأله زي واحد بائع مثلا. فتختلف على حسب الوظيفة وعلى حسب الأسئلة كثيرة. في بعضها أسئلة اللي هي أسئلة مغلقة اللي تلخبط، أو أسئلة يمكن يكون بعيد كل البعد عن مجال العمل وبعيد كل البعد عن سوق العمل تماما. وترى وكمان الشيء الثاني ينعكس أنت مدى يعني المود حقك ينعكس في المقابلة. أنت ممكن في المقابلة أعرف أنك أنت زعلان أو مبسوط، حتى لو أنك موظيفة ثانية أعرف أنه زعلان أو مبسوط. في لها مهارات معينة. أهم شيء أنه التحضير، يعني أنت لو قريت أنه عن مهارات المقابلة الشخصية كيف الواحد يسوي، حتى إظهار الحماس أنه ما تتحمس مرة، عشان لأنه هذا أحيانا يقول لك والله هذا متحمس مرة يخوف شوي. في حاجات معينة الحين يعني ما يظهر حماسة أن الوظيفة، إيه ما يظهر حماسة زيادة. يكون وسطي مثلا، يكون وسطي معتدل، الوسطية ممتازة.
يكون يعني لو بين حماسة ممكن يكون شيء غير مرغوب. إيه خوف هذا يعني. يخوف من أي ناحية؟ يعني من ناحية بعدين أداءه في الوظيفة. ده والوظيفة انعكاسه على البيئة حقت الوظيفة. طب أنت مدير عام مؤسسة سفراء الأعمال، أكيد أجريت مقابلات شخصية لعدد من الشباب في الوظائف. أول انطباع أنت تأخذه من الشخص أو أبرز الأشياء اللي أنت تأخذها من الشخص اللي جيت أنت قابلته، كيف تحس أن هذا الرجل ينفع وهذا الرجل ما ينفع؟ أنت ذكرت بعض النقاط لكن نفسيا لما تكون قاعد معه. والله تيجي مع الكلام. أنا أركز أول شيء على يعني في حاجات مجملة، ركز على الحضور، يعني حضر في الأون تايم ولا حضر في الوقت ولا لا، كيف فعاليته في الكلام. فأبدأ أنا أسأله على حسب الاختصاص اللي حيكون فيه، أبدأ أسأله أنه أنا من الناس اللي أحط طريقة معينة في المقابلة، أنه والله لو صار معك كذا 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 إيش هتسوي، عشان أشوف كيف طريقة تفكير الشخص اللي قدامي. ممتاز. أكثر الناس يعني في واحد من الأمثلة كان جدا أجوبته ممتازة، لأنه بطبيعة تتكلم، قال أنا والله أسوي كذا وكذا 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 وكذا. أكثرهم يرتبك، ها لا ما أدري. أنا عرفت مثلا تقول له لو قابلك عميل وإذا ارتبك وش تسوين؟ تحاول تهديه؟ حاول أهديه والله، ولا تسحب زيادة؟ لا والله حاول أهديه. يعني احيانا حتى في مره من المرات اعطيت واحد بريك، قلت له قل لك، قال نعم، قلت خلاص كان وقت هذا الظهر، قلت له يروح صلي، نصلي ونرجع بعد الصلاه وريح، تروح تقهوى عادي تكديد. طيب يعني ممتاز. يمكن اخر سؤال بسالك اياه، في حركه دائما يسوونها او اذا سواها المتقدم للعمل او متقدم للوظيفه ممكن تلاقي اعجاب المدير او تلاقي اعجاب من اجرى المقابله الشخصيه، اللي هو لما يسال عن نقطه ضعف عنده يجاوب بنقطة إيجابية. إيه هذه لازم يجاوبه، يعرف كيف يجاوب. هذه لو قلنا ترجع في التحضير، لما تحضر وتسأل عن المهارات. أحد الأشياء السلبية مثلا سألك قال لك هل أنت ما هل عندك خبرة أو هل عملت من قبل، يعني هل اشتغلت قبل كذا؟ لو جاوب لا 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 ما جاوبت، هذا سلبية. لا، كيف طريقة الجواب تكون أنه لا نعم أنا اشتغلت كذا، يعني عرفت؟ ولا يركز على جزء ثاني. أنا تدربت، أنا كنت أعمل عمل تطوعي أسبوع مرة في الأسبوع مع الجامعة. يحور الإجابة. يعني مثلا يعني ما يجيبها يعني يقول لك لا أنا أقول هذا، يعني مثلا لو أجرى المحاور أو الـ 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 المدير العمل أو اللي راح يجري المقابلة الشخصية لهذا الموظف، يمكن يسأل يقول له ما هو نقاط ضعفك، نقاط ضعفك. يمكن يجيك واحد يقول يا أخي أنا والله ما أتحمل المدري إيش، يجلس يعدد نقاط ضعفه اللي هو جواب السؤال الحقيقي. هذا يمكن تكون سلبية للباحث عن العمل، لكن في حال إجابته أنه مثلا لا أنه أنا من نقاط ضعفي أنه أنا طموح بصورة مفرطة وأنه أنا أدمن العمل وبصورة ملتزمة، يمكن هذه الإجابة تكون نموذجية. نموذجية أيوه. هذه على قولهم، وهذا يمكن تلاقي استحسان عند المحاور، تلاقي استحسان وتغير مجرى الحديث. وممكن أحيانا نقاط الضعف كمان تساعدك، أنه لو أنا تكلمت مع شخص قال لي أنا والله ما أقدر أتكلم مع العملاء مباشرة، أنا هذه تساعدني أني ما أحطه في مع الجمهور بداية. ممتاز. توظيف أحطه مثلا في المكاتب الخلفية في الإدارة لحد ما أشوف أنا مهاراته أقدر أطلعه للجمهور أو لا. وأحيانا المقابلة هي اللي تفرض فين حيتوظف الشخص. ممتاز. أذكركم مستمعينا الكرام بأرقام التواصل، اللي بيستفسر عن سؤال أو شيء معين مع الأستاذ محمد البراق مدير عام سفراء الأعمال عن الأخطاء الشائعة اللي يقع فيها الباحثين عن العمل، STC 84-7700 موبايلي 640-660 وزين 74-6-2-6-2. أما بالنسبة للباحثين عن العمل من الكفاءات الوطنية، أتمنى منكم تدخلون على موقع برنامج توظيف عبر الرابط الإلكتروني www.alifalifjobs.com وتلقون نموذج خاص بالسيرة الذاتية، باستطاعتكم أنكم تعبون النموذج وإرساله إلى البرنامج، وإحنا من خلالنا إن شاء الله راح نبحث لكم عن وظيفة مع أحد شركائنا في هذا العمل. أبدا من اسم الشركات من القطاع الخاص الراغبة في إعطاء فرص وظيفية للباحثين عن العمل من الكفاءات الوطنية، أتمنى منكم أن تتواصلون عبر البريد الإلكتروني info@alifalifjobs.com alif alif jobs
.com. فاصل جديد ونرجع نواصل نستكمل حديثنا. متواصلين معكم مستمعينا الكرام في برنامجكم التوظيف اللي يجيكم كل سبت وثلاثاء في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر. برنامج توظيف هو اللي انضم لنا حاليا. برنامج توظيف هو عبارة عن حلقة وصل ما بين الكفاءات الوطنية الباحثة عن العمل وما بين شركات القطاع الخاص لإتاحة أو لإيجاد فرص وظيفية بمشيئة الله لهم في إحدى القطاعات الشركات الخاصة. للتواصل معنا وإرسال سيرتكم الذاتية لبرنامج توظيف أتمنى منكم تدخلون على موقع الإلكتروني الخاص ببرنامج توظيف www.alif.jobs.com www.alif.jobs.com وتلقون إن شاء الله النموذج للسيرة الذاتية باستطاعتكم أنكم تعبونه. شيء بسيط سهل وأتمنى أنكم تستفيدون من الحلقة هذه بحيث أنكم تتجنبون الأخطاء اللي يقع فيها الباحثين عن العمل غالبا في السيرة الذاتية أو أثناء المقابلة الشخصية. وأيضا للشركات الراغبة في تقديم فرص وظيفية للباحثين عن العمل من كفاءات الوطنية أتمنى منكم تتواصلون عبر البريد الإلكتروني info@alif.jobs.com alif.jobs.com. أيضا اللي بتواصل معنا عبر الرسائل النصية ويقدم أسئلة للأستاذ محمد البراق حول الأخطاء الشائعة اللي يقع فيها الباحثين عن العمل عبر STC 847700 موبايلي 640-660 وزين 74-6262. إن شاء الله أستاذ محمد إحنا في الجزئية الأولى من الحلقة يمكن والنصف الساعة الأولى حاولنا نغطي أكثر عدد ممكن من الأخطاء اللي الشائعة اللي شاهدناها في السيرة الذاتية المتواجدة لدينا أو بعض المقابلات الشخصية اللي شاهدناها في الفترة الأخيرة. لكن الآن بعود للحديث عن برنامج توظيف وما راح أو ما سيقدمه بمشيئة الله للباحثين عن العمل. يعني في الحلقة السابقة كانت معنا مؤسسة شركة سارة القابضة ويعني هم من أوائل من قدموا وظائف للباحثين عن العمل من خلال برنامج توظيف وأنتم يعني مشكورين شركة أو مؤسسة سفراء العمل هم من أو أنتم من جلبتم لنا شركة سارة. الآن ما هو جديد سفراء الأعمال من خلال تقديم وظائف وأنتم أول شركائنا في هذا العمل وأنتم الشركائنا الأساسيين في هذا العمل والداعمين الأول له؟ الحمد لله يعني بفضل جهود الفريق العمل سفراء الأعمال الحمد لله قدرنا نجلب أكثر من شركة هننوه عليها في الحلقات الجاية. هيكون عندنا من عدة قطاعات، عندنا من قطاع السياحة عندنا من قطاع التجزئة أكثر من 4 شركات أو 3 شركات عندنا عدة شركات مختلفة يعني حتى في قطاع التجزئة مختلفة جميع المجالات عندنا شركات ثانية يعني المرحلة هذه حيكون المرحلة الجاية كلها توظيف إن شاء الله يعني هنستضيف أخصائيين الموارد البشرية في الشركات هذه وحنجري إن شاء الله مقابلات معهم على الهواء أو حنا نجري زي ما سوينا مع طيب. شركة سارة إن ممتاز شاء الله. طيب عن كمية الوظائف المتوفرة اللي ممكن تنتظر من قبل الباحثين عن العمل يعني هل تجاوزت؟ والله في عدد الحمد لله ممتاز جدا. في حاجة اليوم صراحة أفرحتني يعني إنه في شركة سياحية طالبة وظائف طالبة وظائف كلها فنيين ومقدمين أطعمة وكذا شيء صراحة ممتاز جدا ممتاز. يمكن موضوع الفنيين يمكن كان بشكل عام الفنيين يمكن يلاقون صعوبة في إيجاد وظائف تمام أكثرهم لأنه يكون طالع يقول لك أنا ماني عارف أتوجه أبغى أتوجه لشركات كبيرة بتوجه لقطاع حكومي. أنا نصيحتي لهم بما أنه مجال عملهم شيء تتعلم كل ما اشتغلت تتعلم وتكسب أكثر خبرة أنه يبدو يعني خطوة البداية المهمة جدا ممتاز. المرحلة المقبلة راح تكون مثل ما تفضلت أنت مرحلة توظيف خاصة بالباحثين عن العمل. يمكن الكثير من السيرة الذاتية ويمكن أنت شخصيا تطلع عليها معنا بحكم أنك أنت خلاص بلده وفينا تطلع على العدد السيرة الذاتية. بصراحة هل برنامج توظيف بشراكته أو تعاونه مع مؤسسة سفراء الأعمال قادر بإذن الله في تغطية الوظائف هذه تماما إن شاء الله أو الطلبات إن شاء الله عندنا يعني الجاي أكثر يعني إن شاء الله حققنا في المرحلة هذه شيء فوق المتوقع وإن شاء الله في المرحلة القادمة هيكون جدا ممتاز. يمكن هذا أكثر ما يقلق الباحثين عن العمل. لا موجودة الفرص الوظيفية الحمد لله الفرص الوظيفية موجودة متوفرة الحاجة الثانية اللي أبغى أروحها للمتقدمين عن المتقدمين للعمل مشاكل المتقدمين للعمل في بعضهم اللي ما عبى بياناته وأكثرهم تنطبق عليهم الشروط أنه يتوظفوا طيب
في بعض اللي انت ذكرتها ان بعض السيرة الذاتية اللي وصلتنا هي ناقصة، يمكن فيها فقط الاسم ورقم السجل المدني، وانا يمكن نوهت عن هذا الشيء في الحلقة السابقة والحلقات اللي قبلها. اتمنى من الكل ان من خلال رسالة للسيرة الذاتية اتمنى ان يعبيها بالشكل الصحيح، يكتب المؤهلات، يبتعد عن الاخطاء الشائعة اللي يمكن ذكرناها احنا خلال ثنايا هذه الحلقة، وان شاء الله ان يكون التوفيق حليفكم. في فقرة تعبئة السيرة الذاتية على الموقع جدا ممتازة، يعني ما يحتاج انها ما تحتاج مهارات، لانه هي تكملة فراغ. مطلوب منك ايش المؤهل، ايش المجال اللي حتدرس فيه، ايش درست، ايش المجال اللي تبغى تتوظف فيه، فجدا ما تاخذ ولا اقل من 5 دقائق. يعني طيب. فعلا بياناته كمان مفيدة جدا. استاذ محمد يقول اذا انا اردت شركة معينة فهل من نصائح خاصة بهذه الحالة؟ هذه رسالة من سعد من الرياض، يمكن هو حاط في راسه شركة معينة انه يشتغل فيها، في نصيحة انت تقدم له كيف ممكن يوصل لهذه الشركة؟ والله بسيطة جدا، انك انت تتصل على الشركة، تسأل عن قسم الموارد البشرية او تسأل عن اخصائي التوظيف، تاخذ الارقام التواصل له سواء ايميل او رقم هاتف وترسل له وتسألهم. أول شيء تكون يعني تكون أنت محترف في السؤال، ما تسألهم عنه والله أنا أبغى أتوظف، تسألهم أنه في شواغر الأول. لا والله ما في شواغر، طيب ممكن أني أنا أعبي بياناتي بالنسبة للشركة ذي في حال أنه صار في شواغر وكذا، وتأخذ رقم الاتصال ترسل لهم السيرة الذاتية وتتابعهم بعد فترة. ممتاز ممتاز. احنا مثل ما وعدناكم ايضا راح تكون معنا فقرة ما بين كل حلقة وحلقة ان شاء الله عن الموظف المثالي، واول موظف مثالي لعام 2011 من مؤسسة عسير للصحافة والنشر، وهو الموظف محمد عبد الله طالع. حياك الله استاذ محمد. الو، يا هلا وسهلا، حياك الله. الله يسلمك. طبعا انت الموظف المثالي في مؤسسة عسير للصحافة والنشر، اول شيء يمكن ابارك لك هذا المنصب. الله يبارك في ايامك. كيف يكون احساسك لما انت تكون الموظف المثالي في مؤسسة يمكن فيها اكثر من 100 شخص؟ والله كان احساس يعني هو احساس غريب، يعني انه الواحد يكون موظف مثالي، بس انه ما هو ذاك، بس انه احساس انه يشجعك انك تبذل وتعطي اكثر. كيف قدرت انك انت تكون الموظف المثالي ما بين هؤلاء ما شاء الله الموظفين الكثار في مؤسسة عسير؟ والله كمجهود شخصي، انا لم ابذل المجهود الشخصي الكبير، كان يعني غالبا بروح العمل الفريق الجماعي انا والزملاء كلنا، يعني كنا من الانضباط في الدوام، الحضور على الوقت، العمل، اداء العمل الأهم فالمهم، الانضباط على الوقت بالتمام، محاولة أنه تجنب الأخطاء، تلافيها، معالجة الأمور بأحسن ما يمكن وبأسرع حل. أخوي محمد، طيب النقاط اللي ذكرتها هذه اللي رشحتك أنك تكون موظف المثالي، هل هي مرهقة بالنسبة لك كموظف؟ لا، أنا شخصيا أرى لا، لأن ما هي مرهقة، لأنه أنت شخص تؤدي متطلباتك، إذا حبيت عملك، إذا حبيت الجو اللي فيه، يعني بيكون كل النقاط سهلة جدا، يعني من السهل أنك تحضر في بداية دوامك ما يكون في تأخير، ومن السهل أنك تنصرف في نهاية دوامك، تؤدي أثناء وقت وجودك في مقر العمل تؤدي جميع المهام المناطبك. طيب أستاذ محمد، يمكن أنت نصيحتك لزملائك الموظفين في مؤسسة عسير، أو يمكن نصيحتك بحكم أنك أنت الموظف المثالي، النصيحة الأهم للباحثين عن العمل في شركات القطاع الخاص، كيف ممكن تقدم لهم النصيحة بحيث أنهم يكونون موظفين مثاليين مثلك؟ طبعا أولا أنه محل ما تكون فيه أهم شيء أنه تكون أنت تحب المحل، تحب عملك في البداية، أنه عملك نفسه أنه تكون أنت تحبه، تكون تحاول قدر المستطاع، يحاول الشخص قدر المستطاع أنه يكون في مقر العمل هو اللي يحبه، ينتمي له، يرتاح له نفسيا فيه، يحاول بقدر المستطاع، هذا في البداية إن استطاع. الشيء الثاني الانضباط في الدوام، أداء المهام الأهم في المهم في اللي في الأهمية، الشيء اسمه تلافي الأخطاء، سرعة معالجة الأخطاء لو حدثت. طيب. لا أعرف أكثر. ممتاز. الأستاذ محمد عبد الله طالع الحاصل على الموظف المثالي
وأول موظف مثالي لعام 2011 في مؤسسة عسير الصحافة والنشر. يعطيك العافية لتواجدك معنا في برنامج توظيف. الله يعافيك. شكرا لك. العفو. طيب استاذ عندي تعليق. اول شيء مبروك اخوي محمد، واهني مؤسسه عسير بك كجزء من فريق العمل. الشيء المهم انه 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 اخوي محمد عنده ثقافه روح العمل، يعني انت سمعت انه يقول لك انا مع متجاوب مع زملائي واشتغل ضمن الفريق، هذا هو سبب من اسباب النجاح، وان شاء الله ربي يوفقه ونشوفه في اعلى المناصب. وهذا خير مثال، وان شاء الله حيكون معنا امثله ثانيه من اخواننا اللي صراحه نسعد انه نشوفهم بمشيئة الله. يمكن هو ذكر نقطه تعتبر مهمه جدا اللي هي المحبه للعمل، بعدها تنكسر كل الحواجز في الوظيفه. اي تنعكس من البيئه، من بيئه العمل وحبك للعمل. هذا يعني هذا شيء جدا جدا ممتاز. مجرد حبك للعمل حتبدع. طيب ممتاز، أعتقد أن في عندنا اتصالات أيضا راح نأخذها مع بعض الأخوان والأخوات اللي سبق وأن قدموا السير الذاتية عبر موقع برنامج توظيف لكنهم ما أكملوها بالشكل الصحيح. بنأخذ معهم اتصالات وبنسألهم ونقول لهم ليش الحين وإحنا صار لنا أكثر من أسبوعين ننوه أنه يا جماعة الخير في أسماء ما أكملت السيرة الذاتية، عبوها بالشكل الصحيح عشان يمدينا حنا ونوصلها لكم بالشكل الصحيح. ناخذ أول اتصال معنا. مشاعل حياك الله. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام. يا هلا وسهلا يا مشاعل. الله يحييك مشاعل. أنت كم صار لك مقدمة في برنامج توظيف عبر الرابط؟ تقريبا 6 شهور أو 7 شهور. طيب أنت مقدمة قبل 6 شهور عبر الرابط؟ أيوة. صار لها شهر شغال بس يعني. أنا ما كملت التقديم. إيه مشاعل وانا اخوك صار لها شهر بس يمكن او شهر واسبوعين موجود الموقع. ايوه بس انا قدمت كذا موقع يعني. انا اتكلم عن موقع الف الف جوز. ايوه. من يوم ما بدينا وانت معانا. ايوه. طيب نوهنا اكثر من مره انه كيف، خليني اسالك اول شيء، كيف كانت السيره الذاتيه اللي انت معبيتها؟ كانت شامله وافيه كافيه؟ لا لأنه ما كان الموقع مفتوح، ضار ضغط يكون على الموقع فما كملت بقي. طب إذا كان الضغط موجود أمامك النموذج موجود، يعني أنت بإمكانك أنك تعبين النموذج وتضغطين أرفاق بدل ما أنت ترفقين فاضي. أيوة. وإن كان في وقت عندك ضغط ولا شيء فيمكن من البراوزر المتصفح اللي عندك كانت فيه مشكلة، كان بإمكانك أنك تداركين. أيوة. الموضوع ترسلينه في يوم ثاني مثلا أو في وقت ثاني ان شاء الله على خير. طيب مشاعل توعدينا ترجعين للموقع ترسلين السيره الذاتيه. سمعتي حلقتنا اليوم كامله؟ نصها مو كامله. طيب في معلومات مهمه يمكن انت تغفلينها تراها تهم الشركات الخاصه. انا اتمنى انه يعني السيره الذاتيه لما ترسل مثلا اليوم او بكره يكون في رد تجاوب عليها. احيانا نرسل السيره الذاتيه لكن ما في احد يجاوب. طيب مع انه في اقبال على العمل يعني. طيب من اللي ما يتجاوب بالضبط؟ مثلا الاعلان يكون موجود اليوم، ارسل مثلا في نفس اليوم اللي نزل فيه الاعلان حق الوظيفه. بالنسبه للشركات الثانيه؟ ايوه. ما احس انه في تجاوب، مثلا احد يتصل انه. طيب هذا مشاعل هذاك انت ارسلتي سي في ناقص وجالس ندق عليك ونقول لك عبيه مشاعل عشان نجيب لك وظيفه. الله يرحم والديك. الله يعطيك العافيه. لا هذا انا مهتمين ندق عليك ونقول لك تراكي ما كملتي السيره الذاتيه، ارسليها بالشكل الصحيح على اساس نقدر نوصلها للشركات القطاع الخاص ونلقى لك وظيفه. الله يعطيكم العافيه. الله يعافيك. تسلمين يا مشاعل، ويا ريت ترجعين تتاكدين ترسلينها من جديد، واي معلومه حتى تحسين انها ضعيفه او ما هي قويه حطيها، ان شاء الله ربي يبارك لك. ان شاء الله. شكرا لك يا مشاعر. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. شكرا لك. الله يعطيك العافيه. طيب عندك تعليق؟ ما في تعليق. لا ما في تعليق. طيب ناخذ محمد العبيد. محمد حياك الله. محمد حياك الله. نعم جساس انا مو محمد. طيب جساس يا هلا وسهلا. هلا والله يا. طيب جساس انت مقدم في برنامج توظيف؟ اي من زمان بس ما انا بذاكر متى. طيب وش كان تذكر السيره الذاتيه اللي انت ارسلتها؟ لا والله ما اذكرها. طيب انت الان صاحب مؤهلات وصاحب فكر وصاحب خبرات، كيف ما تذكر معلوماتك اللي انت حطيتها؟ والله ما ادري لانها من زمان انا سجلها في اماكن كثيره. ولا ادري بالضبط يعني، حتى تقول لي متى ارسلتها انا اقول لك ما ادري. طيب جساس ما ودك تدخل على موقع الالف الف جوبز دوت كوم، يعني ركز على ذا الموقع اكثر من المواقع الثانيه اللي انت ارسلت لها،
اي مو تنقيصاً في حقهم، لكن احنا مهتمين عشانكم، لان انا اقول لك يا جساس ان ال- 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 السيرة الذاتية اللي انت ارسلتها ناقص فيها العديد من المعلومات المهمة، يعني خبراتك العملية ما هي موجودة، المؤهلات كنت كاتب اسم المؤهل لكن مو بالشكل الكامل الواضح، يعني من 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 متى درس وين درس وين التخصص. فاتمنى منك اخوي جساس انك ترجع ثاني مره للموقع وترسل سيرتك الذاتيه بالشكل الصحيح، اساس نقدر ان شاء الله نوظفك في احدى شركات القطاع الخاص. خير ان شاء الله. يعطيك العافيه، توعدنا الليله ان شاء الله تدخل ان شاء الله. نحاول، انا اول ليله انا ما نطالع الا 10 وشوش تقريبا. طيب. ان شاء الله خير. الله يعطيك العافيه، وان ضيعت الرابط من كثر المواقع اللي انت سجلت فيها فسجل عندك alif-jobs.com alif-jobs.com. جاتني رساله منكم تقريبا. خلص. ممتاز. هذه رساله المتابعه، كانت رساله من فريق المتابعه عنه. ممتاز. يعطيك العافيه جساس، شكرا لك، حياك في امان الله، توفيق. طيب في كثير من الشباب يرسلون على أكثر من موقع، ففي سير عندهم اختلاف. فيوم يقول أنا أرسلت أكثر من موقع شدني إنه طيب السيرة الذاتية مو مفترض أنها تكون واحدة؟ السيرة تكون واحدة ويكون بنفس بيانات، هذا المفروض. في حاجة ثانية، شيء من الجدية بننوه له، عشان تكون جدي ومحترف، مو قلنا إنه المهام تقديم على الوظائف أحد المهام، يا أخي ما يمنع أنك تسوي لك جدول وتكتب انك قدمت في المكان الفلاني في اليوم الفلاني، وتسوي خانة ثانية مثلا بعد شهر للمتابعة، او بعد شهرين، او بعد اسبوعين، يعني تسجل انت فين قدمت عشان يكون عندك زي السجل انه انت قدمت هنا وهنا وهنا وهنا. وهذا شيء مهم جدا، هذا احد الاشياء اللي الترتيب، يعني اللي هو عدم الجدية في البحث عن العمل. عدم الجدية، لازم عشان تكون جدي تكون انت حاط لك سجل، والله انا قدمت في مكان كذا وكذا، لانه سبحان الله لأن السايين يعني. طيب ناخذ اتصال جديد معنا. طيب معنا رضوان. رضوان حياك الله. الله يحييك. يا هلا وسهلا رضوان. وشي اول سؤال بسألك اياه، كم صار لك مقدم في رابط alif-jobs.com ولا انت بعد ناسي؟ لا والله ماني ناسي. طيب زين. تقريبا شهر وعشر ايام، شهر زي كذا. طيب ممتاز. رضوان تذكر السيرة الذاتية اللي انت ارسلتها وش فيها من معلومات؟ ان شاء الله باذن واحد احد. طيب تحس انها كانت وافية وكاملة ولا كان فيها نقص؟ والله تقريبا على غرام الكامل، الله اكيد في نقص، بس اول نقص طبعا والشيء المهم الايميل حقي، وشيء مهم جدا انا نسيته. بس رجعت الماضي ورسلتها بعدها بالإيميل، فإن شاء الله تكون اللي اتخذت الثانية ما هي الأولى يعني. إلى الآن اللي واصلتنا الأولى، لكن إن شاء الله مع الفرز إن كانك أرسلت شيء ثاني راح تكون موجودة معنا. بس أهم شيء رضوان، خبراتك العملية كانت كاملة ولا كنت منقص منها شوي؟ والله الله العالم يعني ما أنا متأكد تقريبا تماما. طيب بصراحة رضوان أنا بسألك سؤال أبغاك تجاوبني بصراحة، يوم أنك أرسلت أول سيرة ذاتية لك، أرسلتها وأنت حاس أنه في ثقة بإذن الله أنه alif-jobs تتصل عليك، ولا أنه بس من باب إكمال واجب أني أنا حطيتها في واحدة من الشركات الكثيرة اللي أنا وزعت فيها السيرة الذاتية الخاصة فيك؟ والله يعني أول شيء طبعا أنا أحب أشكركم، هذه طبعا إن شاء الله إذاعة مفضلة الحمد لله. الله يعطيك العافية. وفعلا يعني أنا لو ما لقيت تجاوب منكم مو لي للأشخاص، يعني مو أول برنامج يعني نسمع منكم عن التوظيف وعن كذا برنامج، يعني الحمد لله باين فعلا إذاعة جديدة تبغى تجذب الناس عليها، ومشكورين على الجهد على قولهم اللي بتبذلوه. بس ما جاوبتني على سؤالي. الله يديكم العافية، وعلى قولهم أنا جايك في الإجابة إن شاء الله. تفضل. يعطيك العافية. ولو ما لقيت أنا فعلا تجاوب ما كان سويت هذا فعلا. اليوم أنا أرسلتها طبعا التوفيق بيد الله، وإن شاء الله كان في أمل كبير يعني بإذن واحد أحد بإذن الله. طيب رضوان وأنا أخوك، أرسل وقلبك جامد وخل الثقة بالله عز وجل كبيرة، ثم بإذاعة alif-jobs وشركائها في هذا العمل، وأرسل السيرة الذاتية الله يرضى عليك ثاني مرة. حاول تكتب أي خبرة، أي خبرات عندك حاول تعبيها. خبرة يعبي البيانات، البيانات المهمة الأهم، يعني مثل البريد الإلكتروني حتى لو ما عنده خبرة ما عندنا مشكلة، إحنا في عندنا وظائف كثيرة بدون ما هي محتاجة خبرة، حننوه لها في آخر البرنامج اللي هي الشواغر الجديدة اللي هي قلنا. طيب. أكثر من ما تحتاج أي خبرة. أنت إيش مجال عمل اشتغلت قبل كذا أخوي رضوان؟ نعم عندي خبرات. في أي مجال؟ عندي طبعا خريج معهد مهني ميكانيكا عامة، عندي خبرة 5 سنين في شركة خرسانة الحمد لله ما شاء الله.
فني ميكانيكا. طيب الآن شغال طبعا في مجال الحراسات الأمنية الحمد لله وماشية، بس الواحد يتمنى انه في تخصصه يكون رضوان. أخوي رضوان بس معليش سلطان، عندنا شواغر لفنيين خريجين معهد مهني، عندنا شواغر اليوم حنعلن عنها، يا ليت لو تقدم وان شاء الله ربي يوفقك. رضوان صدقني ترى المعلومات اللي انت ذكرتها قبل شوي ما هي موجوده في السيره الذاتيه اللي امامي، فيا ليتك نفس اللي انت قلته ترجع تكتبه على اساس يصير في توافق مع الوظائف اللي عندنا، وبالتوفيق ان شاء الله رضوان. امين ان شاء الله، الله يجزاكم الله خير، الله يعطيك العافيه ان شاء الله. تسلم، الله يرضى عليك، شكرا لك يا رضوان، الله يعطيك العافيه. طيب الوقت داهمنا وحنا ما ندري استاذ محمد، بس يعني تفاعلنا مع الاتصالات اللي قبل شوي. رضوان يعني قبل شوي قال خبراته وقال وين توظف وقال شهادته مؤهله، السي في قدامك السيره الذاتيه اللي قدامك ما هي موجوده، انا مثل ما ذكرها نفس الاشياء الاخطاء اللي قلناها في اول الحلقه اللي هي وسائل الاتصال والخبرات، وهي اللي واجهناها مع المتصلين باذن الله كشيء. انا بس عندي انوه للوظائف على السريع، بس اقولها على السريع. عندنا شواغر لفني تكييف ما يشترط الخبره، عندنا فني تكييف في جده، فني تكييف في ينبع، فني سباكه، فني ميكانيكا، طاهي او شيف، مشرفين غرف سواء للفندق 5 نجوم، مقدمين طلبات، يعني مقدمين الطلبات ومشرفين الغرف يكون دبلوم سياحه في الناحيه هذا في قطاع السياحه. في القطاع الثاني عندنا بائعين، حوالي 50 بائع، بقى 50 بائعة معلش 50 بائعة في احد الشركات، غير كاشير ومحاسبين. فهذا اللي حنعلنه اليوم بدون ما نذكر اسم القطاع، يعني نعلن الوظائف والجاي احسن ان شاء الله، والجاي حنعلنه باسم الشركه عشان يكون مع ننوه بس لسارة. طيب مؤسسة سارة أيضا لها العديد من الوظائف، راح إن شاء الله تكون لكم مسموعة بعد البرنامج بمشيئة الله، أو بعد الأخبار بشكل أصح، لكن أندهمنا الوقت وقت الأخبار المحلية. أذكركم بالرابط على السريع www.alfalfjobs.com، هذا الموقع اللي تلقون فيه النموذج السيرة الذاتية، باستطاعتكم أنكم تعبون السيرة الذاتية الخاصة فيكم. أستاذ محمد البراق مدير عام مؤسسة سفراء الأعمال، شكرا لتواجدك معنا من جديد. الله يكرمك، شكرا والله يوفق الجميع إن شاء الله. اللهم آمين. تقبلوا تحيات فؤاد الأهدى المعد هذه الحلقة، وأيضا تقبل تحياتي من وراء المايك سلطان الغشيان، أتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله في حياتكم العملية، في أمان الله.